إذن مشاهدينا الكرام، نستمر في تغطيتنا لحصاد هذا العام في ملف المغيبين قسرا واعترافات أحزاب السلطة بمقتلهم، واعترافات أيضا بالدلالات بالإضافة إلى أوضاع المعتقلين في السجون. معنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي السيد مجاهد الطائي. مرحبا بك أستاذ مجاهد. وعبر سكايب من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. مرحبا بك دكتورة فاطمة. أبدأ معك دكتورة فاطمة العاني. وزارة العدل تقول إنها لا تملك إحصائية دقيقة بأعداد المسجونين والسجناء، وتؤكد أن دورها إداري ولا تستطيع أن تقوم بتفعيل محاسبة المنتسبين الذين يقومون بانتهاكات لحقوق الإنسان أو لحقوق السجناء داخل هذه السجون. تقول إن وظيفتها إدارية، ليست من وظائفها أنها تقوم بمتابعة ومحاسبة ومساءلة المنتسبين. ألا يعتبر هذا تنصلا من مسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان دكتورة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام وضيوفكم الكرام. ليس فقط تنصلا من مسؤولياتها في من أجل حماية حقوق الإنسان، بل أكثر من ذلك أن لديها علم بما يجري في السجون، وهي تعترف بأن هناك يعني انتهاكات تحدث في السجون، ولكن ليست لديها يد يعني أو تستطيع أن تعمل أي شيء. المعروف الحكومة العراقية منذ عام 2003 لم تتولى السلطة أي حكومة وطنية. جميع الحكومات التي أتت إلى العراق كانت منصبة من أمريكا أو من إيران أو بالاتفاق بين الاثنين، وجميع الذين جاءوا وحدة المناصب كانوا يسعون إلى منافعهم الشخصية لا أكثر ولا أقل. ولذلك تأتي حقوق الإنسان، حقوق الإنسان العراقي هي في آخر ما يهمهم، وعلى الأغلب هي ليست بذي أهمية بالنسبة إليهم. ولذلك فإذا اعترفت وزارة العدل فهناك دلائل تشير إلى أن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان في السجون وموثقة ويعني على مستوى يعني واسع، وليست يعني تنفرد به السجن أو دون آخر. ووزارة العدل لا تهتم بذلك لأنها ليست معنية بحقوق الإنسان. نعم. أستاذ مجاهد، مفوضية حقوق الإنسان وثقت 15,000 شكوى فيما يخص منظمات فيما يخص أهالي المعتقلين. يا ترى موضوع الإفلات من العقاب أصبح ليس بظاهرة، البعض يصفها أن هذا الأمر هو مستعصٍ وأنه سرطان داخل الحكومات ويتسبب بانتهاكات جسيمة وخطيرة للسجناء، والذين معظمهم بالأساس هم اتهموا عن طريق المخبر السري. كيف تنظر إلى عمق هذه الأزمة، أزمة الإفلات من العقاب وعدم المساءلة؟ نعم، تحية لكم ولضيفتكم الكريمة ومشاهديكم الكرام. طبعا يعني مسألة الإفلات من العقاب هي تعبير عن فشل الدولة في الإيفاء بالتزاماتها. هناك أزمة دولة حقيقية فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان. يعني إذا وجدنا جميع المعطيات وجميع المعنيين بهذا الملف، بالدولة ومؤسساتها وأجهزتها الرسمية ودوائرها، دستور الدولة، قوانينها، أحزابها السياسية، برلمانها الذي يفترض أن يكون ممثل الشعب، جميع هذه الأجهزة والمؤسسات يعني تقوم بالتغطية على المؤسسات الأخرى، كل مؤسسة تقوم بإلقاء المسؤولية على الأخرى. لذلك هناك يعني أزمة حقيقية تعبر عن أزمة الدولة، هذا من جهة. من جهة ثانية يعني حسب الإحصاءات الرسمية يعني على ألسنة بعض المسؤولين يقولون أن هناك أكثر من 70,000 معتقل في العراق، أكثر من نصفهم هم متهمين بالإرهاب، ونصف هذا العدد أو ربع هذا العدد، ثلث هذا العدد لا أذكر الرقم بالتحديد، هم محكومين بالإعدام. وهؤلاء طبعا وفق تقرير عدته واشنطن بوست في العام الماضي والعام الحالي يتحدثون على أن تقريبا نصف المعتقلين الذين يدخلون إلى المعتقلات يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة، وبالتالي هناك أشبه بالعرف ممارسة التعذيب أمر روتيني وعادي.
يعني ومسألة الإفلات من العقاب هو يعني دور تكميلي لهذا الدور. عندما يكون التعذيب وسوء المعاملة عرف في السجون فلا معنى لمصطلح الإفلات من العقاب، لأن الإجراء الطبيعي هو التعذيب. الإجراء النمطي في السجون هو سوء المعاملة. هناك يعني بين أسبوع وآخر نسمع بحالات وفاة في السجون العراقية، وخاصة سجن الحوت سيء الصيت، بأسباب الإهمال الطبي والفشل الكلوي والتدرج. هذه كلها من ضمن انتهاكات حقوق الإنسان التي لم تتوقف حتى اللحظة. اسمح لي أن أنتقل للدكتورة فاطمة العلي. دكتورة فاطمة، أمام توالي التصريحات بحق المغيبين قسريا، تصريحات الحلبوسي، كيف تنظرين إليها، وإلى أي مدى ترين أن هذه التصريحات وغيرها من التصريحات المسؤولين تعد قفزا على حقوق الإنسان في العراق وخاصة السجناء والمغيبين؟ نعم، يعني أولا لننظر إلى توقيت تصريحات الحلبوسي التي جاءت بعد زيارة اللجنة المعنية بالإخفاء القسري التابعة لمجلس حقوق الإنسان الأممية. الحقيقة هو الحلبوسي ليس فقط الذي تفضلت به، هو يرمي أيضا إلى التغطية على من قاموا بهذه الأعمال الإجرامية، من قاموا بإخفاء هؤلاء الأبرياء، وأيضا طبعا المشاركة في إفلاتهم من العقاب. الحكومة سواء الحلبوسي أو غيرها من سبقه بالتصريحات أو حتى الميليشيات بنفسهم قالوها من قبل: لا تسألوا أين هؤلاء، هؤلاء لا يمكن أن يكونوا لحد الآن أحياء، بل تم تصفيتهم، خاصة وأن جميعهم في نظر هذه الحكومة هؤلاء الأبرياء المغدورين كما يصفهم الحلبوسي، كانوا يصفهم بالإرهابيين، بالدواعش، بغيرها من التسميات التي تحرض على ارتكاب أبشع الجرائم بحقهم. إضافة إلى ذلك حتى التعويضات، نحن لا نتوقع أن تقوم الحكومة العراقية بتعويض هؤلاء الذين تم ذويهم، الذين تم تغييب أبنائهم قسريا ويريدون أن يقولوا الآن أنهم مغدورون. هناك إشكالية كبيرة في هذا الموضوع. إذا كانت الحكومة تريد أن تعتبرهم مغدورين أو ماتوا، من هو، ما هي سبب حتى الوفاة، ما هي الدلائل، كيف يمكن أن تقوم الحكومة بالقفز على جميع هذه الحقائق والأدلة التي يجب أن تثبتها الحكومة من أجل أن تصل إلى نتيجة أن هؤلاء قد تم قتلهم أو تصفيتهم. الحقيقة كثير الكثير من يعني المحاولات من هذه الحكومة، فقط يعني الغاية الأخيرة التي تريد أن تصل إليها هي التغطية على المجرمين الذين نعرف جميعا الآن أنهم يحتلون مناصب قوية في الدولة ويتحكمون بمفاصل. اسمحي لي دكتورة أن أنتقل للأستاذ مجاهد. أستاذ مجاهد، لمصلحة من يسير التعتيم على موضوع المغيبين أو المخفيين قسرا؟ طبعا بالتأكيد هذه أكبر إدانة للنظام السياسي العراقي، أكبر إدانة للقضاء، أكبر إدانة للقوى السياسية، لممثلي المكون، للداعمين لقوى الميليشيات المتهمة بهذه الجرائم. هذه أكبر إدانة لهذا النظام السياسي الذي فشل في تحقيق أبسط حق من حقوق المواطنة، وهو الدفاع عنهم وحفظ حياتهم. لذلك هناك مصلحة عامة لهذا النظام من جهة، ومصلحة لهذه القوى والميليشيات الأساسية المتهمة بشكل مباشر لأنها كانت مسؤولة عن تلك القواطع. لذلك يعني هناك نوع من التستر على هذه الجريمة، هناك مصلحة ضمنية لهذا النظام من خلال إشاعة نوع من حالة الرعب بأن أي قوة أو أي جهة تريد أن تقوض شرعية هذا النظام، تقوض شرعية أو عدالة القضاء المفترضة أو سمعة هذا النظام أو أي سياق يؤدي إلى إدانته، تقوم هذه الميليشيات بتهديده من خلال قتل هؤلاء الأبرياء. يعني هؤلاء
كانوا رهائن لدى داعش، هكذا تصفهم الدولة، وهؤلاء الذين قدموا إليهم وجاءوا لتحريرهم هم محررين وإذا بهم يرتكبون الجرائم بحقهم. لذلك هناك نوع من إشاعة حالة من الرعب للمحافظة على النظام بشكل أساسي. النظام السياسي نظام ضعيف ومركزي وموالي لإيران، لذلك دور هذه الميليشيات في الوقت الحاضر هي حفظ هذا النظام، لأن هذا النظام الزبائني الذي يحقق مصالح تلك الأحزاب سواء بمنظورها الطائفي، منظورها المصلحي، منظورها الزبائني، منظورها المالي، جميع هذه التكتلات مع لوبيات الفساد تقوم هذه الميليشيات بحمايتها، حماية ضعف هذا النظام. يعني هذه الميليشيات لا تريد هذا النظام أن يصبح قويا ويحاسبها، ولا تسمح لأي قوة أخرى بتقويض شرعية هذا النظام وبالتالي انهياره، لأنها تستفيد منه. لذلك هي يعني تحافظ على ضعف النظام، وأي طرف يريد أو يسعى لتغيير هذه المعادلة سيكون مصيره ربما مشابه لهؤلاء المغدورين. يعني هناك آخر تقرير للواشنطن بوست تحدث عن حالات تعذيب داخل السجون، وهذه الحالات التعذيب لا تتعلق لا بطائفية ولا تتعلق لا بمنظور كما كان في السابق بتهم الإرهاب، وإنما المنظور الجديد هو الفساد، بمعنى أن هذه الأدوات أدوات السلطة تستخدم بشكل أو بآخر من أجل ابتزاز هؤلاء أصحاب المصالح وأصحاب رؤوس الأموال، من أجل ابتزازهم والحصول على أموال وانتزاع منهم اعترافات لمصلحة هذا الطرف أو ذاك. طيب في هذه النقطة هناك حالتان يتحدث عنهما الكثير من المراقبين للشأن العراقي، اسمح لي استاذ مجاهد. دكتورة فاطمة، هاتان الحالتان، الحالة الأولى أن ما يجري من التعتيم على موضوع يعني إدامة الإفلات من العقاب، والتعتيم على موضوع الكشف ما يجري داخل السجون من انتهاكات حقوق إنسان، وحتى استخدام قادة الميليشيات أو رفض استخدامهم صفة المغيبين أو المخفيين قسريا، وهم يصرون على وصفهم بالدواعش، هي حالتان، الأولى من أجل الإثراء ويعني الحصول على الكثير من الأموال بأساليب شتى، الحالة الثانية يرون أن هذا مشروع ديموغرافي هدفه تقسيم المجتمع العراقي من أجل مصلحة إيرانية تتحقق في العراق. يا ترى كيف نفهم هاتان الحالتان؟ هل هما مدمجتان؟ نعم دكتورة، لك السؤال. نعم. هؤلاء الذين يريد أن يطلق عليهم الحلبوسي تسمية المغدورين، ونحن نصر على أنهم مخفيين قسريا، لديهم حقوق، حقوق مدنية، حقوق اجتماعية، حقوق اقتصادية. هذه الحقوق من خلال التغطية على هذا الملف، إفلات المجرمين من العقاب، عدم الكشف عن يعني ملابسات ملف كل من تم تغييبه، سوف يترتب عليه، هذا الشخص سوف يفقد وذويه سوف يفقدون الحق في الحصول على الحقوق المدنية والاقتصادية التي من أملاك مثلا، من عقارات، من أموال. يعني كثير من أبناء هذه المناطق لديهم أراضي، لديهم يعني ممتلكات كبيرة. الميليشيات تحاول من خلال التعتيم على هذا الملف أن يحصلوا ويستولوا على جميع هذه الحقوق ويصادروها من ذويهم. لا ننسى أن هؤلاء سوف يخلفون بعدهم يعني أشخاص ضعفاء، هم زوجاتهم، هم بناتهم، هم أمهات أطفالهم الصغار. هؤلاء ليست لا حول ولهم ولا قوة، وحتى مجلس النواب الذي هو يمثلهم، يمثل الشعب العراقي، يتنصل من المسؤولية، والحلبوس يقف في صف الميليشيات وصف القوات الحكومية التي قامت بتغييب هؤلاء.
إذن سوف يتم الاستيلاء على جميع ممتلكات هؤلاء الأشخاص ومصادرتهم بحجة أنهم دواعش وغيرهم دون حتى تعويض لأهاليهم، هذه من جهة، وبالتالي سوف يتم تنفيذ مشروع هنا كثير التغيير دكتورة إذا الديموغرافي في سمحت لي هذه المناطق في هذا الإطار، ومن المهم والجدير بالذكر أن الكثير من المنظمات تطالب بتدويل قضية الانتهاك الإنساني داخل السجون عن طريق الأمم المتحدة. يا ترى لماذا برأيك؟ هل هذا الأمر هو الحل الأخير؟ هل هذا الأمر أيضا هل ممكن؟ إلى أي مدى هو ممكن؟ يعني المنظمات وصلت إلى قناعة بأن الحكومة العراقية جميع ما تحاول أن تقوم به هو فقط مماطلة، فقط مجرد حلول حبر على ورق، مجرد حوارات دون الوصول إلى النتيجة ودون الوصول إلى لب المشكلة وبالتالي حل المشكلة. جميع هذه المنظمات لديها قناعة، وأنا أستطيع أن أؤكد هذا من خلال المناقشات التي تدور بيننا ومن خلال الاجتماعات التي تحت يعني والتي تعقد بيننا. جميعنا نؤكد أنه هذه الحكومة لا تستطيع الوصول إلى أي حل، بل إنها حكومة فقط تسعى إلى مصالحها، وهي حكومة هي من قامت بهذه الجرائم، ولذلك لن تقوم طبعا بتقديم نفسها والمجرمين للعدالة. الذين ارتكبوا هذه إلى لا العدالة. يكون المرتكب للجريمة من غير الممكن أن يقدم نفسه للعدالة، هكذا دكتورة. بالتأكيد اسمح لي دكتورة، بالتأكيد نعم دكتورة، اسمح لي أن أنتقل للأستاذ مجاهد. أستاذ مجاهد، يعني هناك بحسب مصادر صحفية 190 مقبرة جماعية داخل أماكن كانت معسكرات لميليشيات، لماذا لا يكون هناك لجان تأخذ على عاتقها الكشف عن هذه المقابر أو عن ما يتبعها أو يتعلق بها من حمض نووي، وبالتالي يعني التحقيق بها والوصول إلى نتائج تدين من قام بهذا الفعل؟ نعم طبعا، يعني هناك إجراءات عديدة لو توفرت الإرادة السياسية، يعني لا وجود لإرادة سياسية تدفع باتجاه فتح هذه المقابر الجماعية بالمطلق، خاصة إذا كانت تتعلق بمناطق لم تدخلها داعش وإنما دخلتها قوات رديفة للمؤسسات الأمنية وهي الميليشيات التي استعانوا بها في حرب تحرير المدن. لذلك المساس بهذه الميليشيات وفتح هذه الملفات سيعني بالضرورة ضرب لأدوات المشروع الإيراني في العراق والمنطقة. لذلك لا الحكومة العراقية ولا المجتمع الدولي ولا الأطراف المحلية ولا الإقليمية تدفع بهذا الاتجاه، بينما هم تجد في المقابل هناك مساعي يعني فتح مقابر داعش والاطلاع على ما فعلته من جرائم. إلى الآن يعني تستذكر جرائم نظام البعث ويتم شتمه واستخدام تلك البروباغندا لزيادة الضخ الإعلامي بهذا الاتجاه، بينما هنا اختلطت مقابر داعش بمقابر الميليشيات الجماعية. لذلك هنا الحكومات المتعاقبة، الأطراف السياسية المسيطرة على الحكومة لا تسمح لأي طرف من الأطراف الحديث عن هذا الموضوع، وما بعد تصريح رئيس مجلس النواب بأن هؤلاء المغيبين هم مغدورين، تحدثت بعض أطراف تحالف الفتح المعني بشكل أساسي والميليشيات التي شكلت التحالف بالكثير من هذه القواطع التي كانت خاضعة لمسؤولياتهم، اتهمت هؤلاء الأبرياء بأنهم دواعش. طيب وأن مجاهد، يعني بعد كل ما جرى لماذا تبقى كل هذه السجون السرية بعد الكشف، كشف المنظمات المعنية عن هذه السجون؟ طبعا يعني هناك ليست يعني موضوع السجون السرية لا يتعلق فقط بمسائل المغيبين ومسائل الإرهابيين، هناك مسائل أخرى بسبب تعقيدات النظام السياسي الزبائني. يعني الآن السياقات اختلفت، لم تعد السياقات الطائفية فقط هي الفاعل الأساسي في تحرك هذا الطرف أو ذاك في زيادة النفوذ والتنافس والصراع على السلطة،
هناك ملفات أخرى تتعلق بسلسلة لوبيات الفساد والتواقيع التي تحصل والعقود التي يعني لا بد أن يوافق عليها طرف على حساب آخر. هناك استخدام لتلك السجون من أجل لي أذرع تلك الأطراف من أجل الحصول على تلك الأموال بطريقة أو بأخرى. الملفات ملفات السجون السرية لا تقتصر فقط على الإرهاب ولا تقتصر على الأبعاد الطائفية والسياسية، هناك أبعاد أخرى تتعلق بالفساد، وهذه السجون هي تبقى يعني أداة مصدر دخل أيضا للميليشيات، يعني من خلال الابتزاز إلى آخره، وأيضا أداة إرهاب مشروع بالنسبة للدولة على أنها هي التي تحتكر العنف الشرعي كما هو مفترض، لكنها تستخدم للأسف بعض الأطراف السياسية تستخدم أجهزة الدولة وأدوات الدولة في تحقيق مصالحها ومكاسبها على حساب طبعا شرعية الدولة واستمرارها. طب دكتور مجاد، أستاذ مجاد، دكتورة فاطمة، في أقل من دقيقة لو سمحتي، هل تتوقعين أن يظل الموقف الأممي فاترا بعد أن أضاع القضاء في العراق الفرصة؟ لن يبقى الموقف الدولي فاترا إذا استمر الضغط، استمر الضغط من قبل المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، والضغط من قبل المعنيين الرئيسيين بهذه الملفات وهم ذوي وضحايا هذه الانتهاكات، إذا استمر الضغط لابد أن يعني نصل إلى نتيجة، ولابد أن نحرك العالم باتجاه حل هذه القضية، خاصة وأن هناك بالحقيقة تحركات، وهناك حتى يعني مشاكل داخل الأمم المتحدة بسبب هذا الموضوع. ولذلك الاستمرار بالضغط بهذه الطريقة والتحرك من خلال التوثيق، من خلال إيصال المعلومات، من خلال تسجيل الشكاوي، نعرف جيدا أن لدى الحكومة تضيع الشكاوى، لذلك الشكاوى لدى المنظمات وتزويدهم يعني أكبر كم من المعلومات التي يستطيعون الاستفادة منها في دعم الملفات التي يعني توثق هذه الانتهاكات، كل هذا سوف يؤكد أن هذا المسار سوف يحصل على نتيجة منصفة لأهالي هؤلاء المغدورين ولذويهم. نعم، من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني، شكرا جزيلا لك، وشكرا لضيفي في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي السيد مجاهد الطائي، شكرا جزيلا. حياكم الله.